مرحبا أصدقائي، اليوم رح نحكي عن صدمات. الصدمة هي كتعريف مختصر هي حدث أو موقف تعرض له الطفل بعمر صغير وما عرف يتعامل معه. الطفل ما رح يعرف يتعامل مع هذا الموقف بطريقة سليمة لأنه هو عم يشوف هذا الموقف من وجهة نظره، فهذا الموقف اللي تعرض له إياه سبب له ألم عاطفي. الطفل ما عنده فكرة كيف ممكن يتعامل مع هي المشاعر اللي أول مرة بيختبرها. الطفل لما بتعرض لموقف وبيصير عنده غضب وما بيعرف يتعامل مع هذا الغضب، هون بيقمع هذا الغضب لمشان يستمر بالحياة، بس أكيد بيكون صار عنده مشاكل تانية، ممكن يصير عنده اكتئاب، ممكن يصير عنده عدم القدرة على التعامل مع المشاعر بس ليكبر، خوف من العالم، ممكن يتحول لإدمان. في كتير قصص ممكن نحكي فيها لبعدين عن ردات الفعل من تشكل التروما. يكون مثال عن الصدمة من وجهة نظر الطفل ومن وجهة نظر رايك والحقيقة. الطفل، لنفترض طفل ألف، لنفترض سعيد راح مع أمه عبيت جدته، وبيت جدته إجوا ضيوف، مرأة مع طفل أو طفلة قريبة عمر سعيد، فالأم لسعيد مسكت هذا الطفل وحضنته بقوة وبوسته وكانت فرحانة وكتير يعني هيك مبهورة بهذا الطفل وللحظات، بعدين تركت الطفل. من وجهة نظر سعيد، ماما ما بتحبني، ماما حبت هذا الطفل أكتر مني، ماما غمرته أكتر مني أو بوسته أكتر مني أو عطيته شوكولا وما عطتني. هي اللحظة صار هيك. بعد هاي اللحظة الطفل كمل لعبه مع الطفل الجديد أو الطفلة الجديدة اللي اجت على البيت وكملوا لعبة عادي. بس الحقيقة شو بتقول كموقف؟ إنه الماما وقت راحت زيارة على بيت أهلها اجت بنت خالتها اللي ما بتجيب أولاد بعد 10 سنين الله طعمها هذا الطفل، فالماما كانت فرحانة إنه شافت بنت خالتها وشافت هذا الولد وبوسيته. أكيد ما قعدته كل القعدة بحضنها، هي لحظات قعدته بحضنها وحضنته وبوسته أو عطيته لعبة أو شيء، بس كطفل هو ما له شايف كل هذا الحدث اللي صار، هو شاف فقط من وجهة نظره. عن الطفل بهاي الحالة حمل هاي المشاعر، ماما بتحبني، وبينسى كل شيء ماما عم تعمله كرماله، بصير أي موقف بصير حساس تجاه أي موقف يخص الماما. ماما رجعوا اجوا ضيوف، قالتلو ماما انه انطور ليجي ابوك ليجي لنحط الغداء، معناته ماما ما بتحبني، ماما ما خلتني اكل بهي اللحظة. بيقعد مخه كل الوقت عم يعطي مبررات وعم يعطي حجج انه ماما ما بتحبني، بس بالمحصلة كل المواقف عم تصير عم يوصل لمرحلة انه ماما ما بتحبني. هو مشاعره هي أكيد كتير مشاعر مختلفة، بس نفترض بهذا الموقف إنه صار عنده مشاعر رفض، بيروح على المدرسة هذا الطفل بحس إنه رفقاته ما بيحبوه ما بيلعبوا معه، وهذا الشيء مو حقيقي، بيتعرض لموقف معين مثلا من رفقاته إنه ما بيحبوني، رفقاتي ما بيحبوني. بيرجع مثلا وقت اللي بيكبر بالجامعة بيحس في جروبات وما بيحس حاله منتمي لهي الجروبات، كمان بيرجع لشعور الرفض. بيرجع كمان بالشغل بحس كلهم عم يشتغلوا مبسوطين ومنتميين هذا الشغل ومستمتعين، إلا هو عم يحس إنه لا أنا ما فيني أطلع معهم جمعات، ما فيني أروح أعمل معهم أكتيفيتي برا، لأنه هو عنده مشاعر رفض. ممكن هذا الشخص يعيش عمره وعمر يعني متقدم وهو عنده مشاعر إنه هو شخص مرفوض، بس لما بيرجع بفكرة روما بيشوف إنه عقله ضحك عليه بكل هاي المواقف وهي ولا موقف منه حقيقي. احنا بهاي الطريقة بنشتغل فيها كممارسين رايك، وانا كممارس رايك هاي التكنيك اللي بتستخدمه، بنرجع المواقف، بنرجع حجج منطقية، وبنرجع الصدمة الاولى. واغلب صدمات بتكون مثل ما حكيت قبل بعمر 1 لـ5 سنين. هل ممكن تشكل صدمات بعمر أكبر؟ أكيد ممكن صدمات الموت، ممكن صدمة تسبب إدمان على كبر، بس الصدمات اللي بعمر صغير هي الصدمات اللي بتأثر على شخصية وتكوين شخصية هذا الطفل. حديثي المبسط عن الصدمات هو رح نحكي فيها بتفصيل أكتر بالفيديوهات الجاي، بس أنا حكيت بس هيك كتعريف مفصل صغير وليس مفصل مشان أوصلكم للطريقة اللي نحن منعالج فيها كممارسين رايك كيف منعالج هاي الصدمات.
وعلم الرايك أو تقنيات الرايك هي تكمل العلوم واليمرايخ أسسها محمد جيلاني، ومستمر طبعا بالشغل عليها. بس هو كتقنية أو تكنيك عم نرجع فيها بالعلاج النفسي، بنرجع لوقت الصدمة ومنحاول نعيش المشاعر منفكة. يعني الرايك كله بيعتمد على المشاعر واستشعار المشاعر لنقدر نحل المشكلة. طبعا بالإضافة إلى المشاعر نحن عنا الحجج المنطقية وأكيد خبرة الممارس بحلها. ممكن يخطر ببالكم أنه أكلنا أكلات من أهلنا وأكلنا بهادر وليكنا ما تأثرنا وما صار فينا شيء. مو ضروري تكون صدمة ظاهريا، ممكن تكون عبارة عن خوفنا التعامل مع الناس، ممكن تتشكل كإدمان، ممكن كمان تكون كمرض. يعني الصدمة هي كمان ذكية، هي بتعرف تتخبى والشخص بيعرف يخبيها بطريقة ما. الصدمة مختلفة تماما عن الحقيقة. الصدمة هي مثل بيل أو شمعة ماسك الطفل وشايف الموقف بس من خلال هذا السبوت، بس الحقيقة تماما مختلفة. يعني إذا بتعمل فلاش من فوق على الموقف ككل بتلاقيه تماما مانو حقيقي، يعني مثل كأنه بلحظة العقل اتضحك عليك وقال لك إن الموقف هيك صار، بس الحقيقة مختلفة تماما.